نخبة من المضمرين الخبراء الذين يقودون هذه الهجن إلى العلا. هكذا إذا انتهي الكيلومتر الأول، ومع بداية هذا الشوط ومع المركز الأول مباشرة رابي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان الذي يقود مسيرة هذا الانطلاق، ويضمن صادق بن فضل الأمين، بينما من الجانب الثاني شاهين تقدم هجن العاصفة ويمر مرور جميل للمركز الثاني، بينما بقيادة غياث الهلالي التضمير المركز الثالث يأتي دور بارود لسعادة شيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني الضيف القادم من دولة قطر شقيقة، ويضمره السيد حسين بن محمد بن سالم السفران المري. المركز الرابع اللي هو ملفت لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، يضمر علي بن مهير بالبليشي. المركز الخامس اللي احتل مهاوش لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد النهيان في التضمير احمد بن حميد ليديلي. والمركز السابع اللي هو منبه لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر سيد مسري بن سالم بالعرطي. وهناك شعار هجر العاصفة قادم على ظهر عجيب السلام يقوده غياث الهلالي. وفي المركز الثامن مباشرة تأتي العاصفة بثلاثية تكمل بها هذا المقدمة بهذا المركز مسيطر يا سلام. غير خذ المركز السابع لهجر العاصفة بقيادة غيوت يا سلام. المركز الثامن للمركز التاسع مباشرة أرى لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم اللي هو الخمري اسمه، ويضمن سعيد بن عميد بن خليفة الحميري. والمركز العاشر ظبيان لسمو الشيخ حمدان راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمر سيد عتيج بن سالم بالعرطي يا سلام. هذه عشرة مراكز هناك ايضا من ياتي مشاهدي الكرام في الاسماء اللي تلحق الان اللي تبحث عن الوصول الى المراكز المتقدمه. هناك مجموعه من الشعارات تحملها ايضا مجموعه من القعدان اللي قايه لاصحاب السمو الشيوخ بانتظار تحركات وانطلاقات تلك الشعارات. نعود إلى مقدمة شوط مع شوط القعدان المحليات الأصايل في ثاني جولات هذا المساء، ثاني انطلاقات هذه النوعية، والسابع الأشواط التي قررت مساء هذا اليوم بثمانية عشر شوطا. يا سلام، تقود هجن العاصفة الجموع، تقود من قبل شاهين يوم تبغى السبق متواصل. نوخ الشاهين وعياله، الله شوفوا شاهين السلالة الشاهينية. ولكن هجن العاصفة محاطة بخطر ملموس، قدوم خطير من قبل ملفت للنظر بتحركاته لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، المضمر سيد علي بن مهير ببليجة لاجتبي. وضيفنا القادم من الشحانية من دولة قطر شقيقة من ميدان التحدي يحمل الكثير من المفاجآت لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز بن حمد الثاني، واسمه بارود يقدم حسين بن محمد بن سفران المري. العاصفة تأتي بثنائي رائع وجميل أيضا من خلال وجود مسيطر في المركز الرابع للهجن العاصفة العملاقة وقيادة غياث الهلالي. والمركز الخامس يأتي دور عجيب يا عجيب، 1400 متر نقترب من الكيلومتر الأخير، كثيرا وغياث الهلالي يقود الهجن اللي تحمل شعار هجن العاصفة، ومن ضمنها وفيها عجيب. المركز السادس اعطني اياه، خلنا اخذه يا ري لسمو الشيخ زايد
بن سيف بن محمد آل نهيان اسم مهاوش وأحمد بن حميد بن محمد ليديلي في التضمير كيلومتر. يا سلام العاصفة وهجنها تنطلق تنطلق، عودت جماهيرها الجماهير معتادة على نداءاتها وصدحاتها وانطلاقاتها المشرفة. الثلاثة المراكز الأولى عاصفية عاصفية بقيادة شاهين، ومن ثم عجيب، وبعد ذلك مسيطر يسيطر ثلاثة من القعدان اللي جاية المحليات الأصايل من هجن العاصفة على المقدمة وانطلاق. الله غياث بدأ يتحرك، يا سلام حبيبي غياث حبيبي بدأ يتحرك الآن، بدأ يحرك يشوف، أنا يبحث عن مجهود عن توقيت عن إعجاب وإرضاء قاعدة جماهيرية كبيرة خاصة بهذا الشعار مع شاهين الذي انطلق انطلاقا مميزا. مشاهدين الأعزاء يسعدني ويشرفني أيها الأخوة والأخوات على الهواء مباشرة وعبر قناة دبي ريسنج أن أزف التهاني والناموس والتبريكات لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مالك هجن العاصفة الكبيرة، مالك شاهين المتلاعب في المقدمة المدغدغ للمركز الأول بدون تعليمات. يا سلام يا سلام سلام يا هجن العاصفة، سلام سلام يا غياث الهلالي، سلام يا غياث سلام. المركز الثاني يأتي مسيطر من هجن العاصفة. المركز الرابع ملفت لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي. المركز الخامس ضيفنا من القطر بارود لسمو سعد الشيخ سعود بن فهد عبد العزيز الثاني. المركز الخامس عجيب من هجن العاصفة. يا سلام إذا التوقيت الزمني بشوفه الخاص بالمركز الأول والثاني والثالث وهجن العاصفة اللي سيطرت على معظم الأشواط في هذا المساحة الآن، وها هو شاهين يصل في لحظات معادة لوصوله من نقل المباشر. يا سلام 7 دقائق و42 ثانية 6 أجزاء من الثانية. العاصفة وهجنها تهانينا نزفها لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه أينما كان مالك هجن العاصفة فزاع. وأيضا منضم الغياث الهلالي 7 دقائق 45 ثانية 3 أجزاء من الثانية التوقيت اللي هم سيطر من فاز بالمركز الثاني تابع لهجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي. المركز الثالث هو ملفت لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي والمضمر علي بن مهير من بليجه. تهانينا والناموس ملكية وتضميريا 7 دقائق 45 ثانية 5 أجزاء من الثانية هو التوقيت لملفت اللي فاز بالمركز الثالث. الآن نعود بالميكروفون لمن سالم خليفة. شكرا للزميل سفاح الشمري على التواصل في شوطنا الماضي.